نقيب المحامين يعين مديراً تنفيذياً للشؤون القانونية بالنقابة العامة. نقيب المحامين يلتقي نقيب الأقصر ويبحث مجموعة من الخدمات لمحامي الفرعية. ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة خلال شهر إبريل. نقابة حلوان تعقم جميع غرف السادة المحامين بالمحاكم. نقابة شمال الجيزة تعيد صرف منحتي المولود والزواج. فرعية شمال أسيوط توزع الجوائز على الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم. فرعية سوهاج تفتتح استراحات بعض الجزئيات الأسبوع المقبل. بناءً على طلبهم، شمال الدقهلية توفر كمامات بأسعار مدعمة لأعضائها. الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بمواعيد غلق المحال التجارية وإجازة عيد الفطر. العدل تنفي تقديمها بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية. العدل تنتهي من تطبيق المحررات المؤمنة في المحاكم والشهر العقاري بسبع محافظات. المحامين العرب نحتاج لثورة تشريعية تتعاطى مع كافة المستجدات على الساحة الإعلامية العربية.